السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة تطبيقات الأندرويد. والنهاردة هنكمل الكورس بتاعنا. احنا عملنا كلاس الكونتاكت موديل اهوت، وعملنا الكونتنتس الكونستانتس سوري والسيكوال لايت هيلبر، ماشي، اللي هو فيه الابديت والانسيرت والديليت وكرييت الداتابيز نفسها. هنبدأ بقى نكل الحاجات دي كلها في المين اكتيفيتي عشان خاطر ايه، نطلع بروجكت متكامل. في البداية كده احنا عندنا المين اكتيفيتي، هنبدأ ناخد فيها الممبرز بتاعتنا اللي هنستخدمهم. اول حاجة الباتون اللي هنستخدمه في المين اكتيفيتي، باتون هنسميه بي تي ان اد new record، وهناخد كمان SQL helper بتاعنا SQL light helper، اللي احنا لسه عاملينه في ال في دوت اللي هو الكلاس دوت، وهنسميه SQL light helper. اوكي، وهنروح بعد كده هناخد عشان نقدر نستخدم اللاي اوت بتاعنا بحريه، هناخد ممبر لينير لاي اوت، لينير لاي اوت، وهنسميه بيرنت لاي اوت. وكمان هناخد لاي اوت لينير برضو، لينير لاي اوت تاني هنسميه لاي اوت ديسبلاي بيبل. عشان اللي هيظهر فيه البيبول دولت. وهناخد هنا تكست فيو، ماشي، هنسميه تي في نو ريكورد، فاوند، عشان لما يكونش فيه ريكورد فاوند مفيش ريكورد في الداتا بيس نظهره. وهنا مثلا مش انا string row id، ومثلا نحط في قيمة null، بس كده. هما دولت الممبرز اللي احنا هنحتاجهم حتى هذه اللحظة. ممكن نزود تاني ونبدأ هنا نحدد الداتابيز بتاعتنا. QL light helper هيساوي new light helper، وهنا هنقول ما هنا main activity dot activity dot this. لحد كده كويس. احنا هنحتاج كلاس كمان اللي هو للاكتيفيتي دوت، التيبل دوت values سوري لاي اوت تيبل مانيبيليشن دوت. هنحتاج تيبل فيه عشان يتحكم فيه لما مثلا يدوس عليه، يدوس على الايتم دوسه مطوله يطلع له دوت، او لما يدوس اد يطلع له دوت. بدل ما نكمل في المين اكتيفيتي هنا هنكرييته نيو جافا كلاس، وهنسميه هنا تيبل مانيبليت او مانيبليشن اكتيفيتي. اوكي، وهنا السوبر كلاس هنخليه اكتيفيتي. اوكي تمام كده اهوت. طبعا هنحتاج نعمل له
اون كرييت، فهنيجي هنا اهوت ونعمل جنريت و override method ونشوف هنا on create. ايوه هو دوت ون create الميثود on create عشان نستخدمه. الميثود دوت بيحتوي على قصدي class دوت هيحتوي على اتنين تكست بوكس، الواحد اللي بندخل فيه الفيرست نيم والتاني اللي بندخل فيه اللاست نيم. يبقى هنا ادت تكست ادت اي تي افتصال ادت تكست فيرست نيم و ادت تكست تاني اي تي هنقول مثلا هنا لاست نيم والباتون اللي هو السيف هنسميه مثلا باتون داتا موديل او باتون وهنسميه مثلا ايه بي تي ان دي ام ال. تمام كده. هنيجي هنا في السوبر كلاس عشان نربطه بقى طبعا بالتيبل مانيبيليشن دوت. هنقول هنا set content view r dot layout dot table manipulation عشان ايه لما يون كرييت يروح ياخد الديزاين بتاعه من ال XML دوت. هن create مجموعة method جواه. بس عشان ما اطولش عليكم المحاضرة ديت نكتفي بهذا القدر ونلتقي في المحاضرة القادمة. لكم مني كل التحيات. واللي عنده مشكلة يسأل فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.